قليل. سال استقبال المحرق اعداد من فاضل الى النبان. مرة ثانية النبان. فاضل اعداد لأيمن سلمان وخارج الملعب. ونقطة 24-17 المحرق متقدم الشوط الرابع. ارسال ياسين الميل ارسال. ارسال ياسين في الشبك ونقطة لي النجمة. تغيير النجمة لاعب رقم 5 محمود جاسم ودخل اللاعب محمد جعفر. ارسال مع ابراهيم احمد رقم 2. ابراهيم ارسال. ارسال استقبال اعداد وفاضل خارج الملعب. ونقطة ايضا للنجم. 24-19. ابراهيم احمد ارسال. استقبال المحرق اعداد للنبان وخارج الملعب ايضا. خارج الملعب ونقطة. ونقطة تغيير. تغيير فاضل علي المعد الثاني للمحرق ودخل المعد الأساسي أحمد يوسف. أحمد يوسف حكم المباراة يعطي اللاعب فاضل علي كارت أصفر ونقطة أيضا. كارت أصفر باعتبار أن اللاعب عمل شيء مخالف للروح الرياضية، شات الكرة برجله في الملعب، تعتبر من أخطاء سوء السلوك. ونقطة للنجمة. وداخل الملعب، داخل الملعب علي مدن مراقب الخط يشير. و22 24 22 24 إبراهيم أحمد ووقت مستقطع للراحة للمحرق. حقيقة لقاء جيد وجميل، نأمل أن يستمر هذا اللقاء حتى نهاية المباراة بروح رياضية عالية. طبعا اللاعب فاضل علي ليس له احتجاج على قرارات الحكام أو على شيء، ربما بدأ أو نتج هذا الانفعال عن ضياع للكرات العديدة في الشوط الرابع والعام واللي يطمع المحرق الفوز فيه. لا نريد أن نشاهد كارتات مثل الكارت اللي شاهدناه قبل شوي وخسر المحرق على أثره نقطة. إرسال إعداد ومحاولة. محاولة جاسم النبان ونقطة أيضا. أربع لمسات مخالفة لقانون لعبة الكرة الطائرة ونقطة. 24-23 شوط حقيقة مهم جدا. وإرسال إعداد من أحمد لأيمن. فرصة للتعادل وإسقاط فرصة فعلا. محاولة رجعها اللاعب ومرة ثانية فؤاد وخارج الملعب. والتعادل. التعادل 24-24. إبراهيم أحمد استطاع أن يحرز 4 نقاط متتالية. تعادل 24-24 وإرسال أيضا داخل الملعب ونقطة. ونقطة أيضا. ونقطة أيضا للمحرق. ونقطة أيضا للمحرق. 24 المحرق 25 النجم. إرسال من اللاعب إبراهيم أحمد. إرسال وأحمد يوسف للنبهان. محاولة إعداد لفؤاد ولعبها فؤاد وخلصها وانتهى اللقاء بفوز نادي النجمة على المحرق ب3 أشواط مقابل شوط واحد.
انتهى هذا اللقاء الجميل بين المحرك والنجمة وبفوز